وبعضهم قال ان القنوت اكثر شيء في الفجر والمغرب، كان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر شيء في الفجر والمغرب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في جميع الصلوات، قنت الظهر وقنت العصر وقنت المغرب وقنت العشاء وقنت الفجر. فتخصيصها بصلاة لا، لم يثبت ابدا، لكن اكثر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفجر والمغرب، اكثر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفجر والمغرب، لكن لو قنت في غيرهما فلا مانع. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر حتى توفاه الله، لم يزل يقنت في الفجر حتى توفاه الله. وإذاك ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن القنوت في الفجر طول السنة حتى لو لم تكن نازلة. إذن الشافعي عند القنوت كم واحد يصير؟ ثلاثة: قنوت الوتر، قنوت النوازل، وقنوت الفجر. قنوت الوتر سواء قلنا في السنة كلها أو في نصف الأخير من رمضان، قنوت النوازل عند حصول النوازل، قنوت الفجر في كل أيام السنة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لحديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى توفاه الله في حديث أنس رضي الله عنه. وذهب الجمهور إلى ضعف هذا الحديث الذي استدل به، وهو أنه ما زال يقنت حتى توفاه الله تبارك وتعالى، وفعل الحديث ضعيف لا يثبت. لكن على كل حال الشافعي إمام متبع رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن الظاهر والله عنه لا يثبت هذا الحديث، وبالتالي لا يصلح تخصيص الفجر بالقنوت. لكن لو صليت خلف إمام وقنت بعد الفجر مثلا، لك أن تقنت ولك أن تترك، لك أن تقنت ولك، لكن ليس لك أن تفعل مشكلة في المسجد. ليش تقنت؟ هذه بدعة، غير صحيح هذا الكلام، وإنما هي مسألة خلافية بين أهل العلم، وقال بها أئمة متبعون للسنة. فالشافعي من الأئمة المعروفين باتباع السنة رحمه الله، كلهم معروفون باتباع السنة، لكن الشافعي يعني معروف جدا باتباعه للسنة. فإذا قال بهذا الحديث وقال به أئمة كبار من أهل العلم أنه يقنت في الفجر خاصة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، إذا خاصة إذا صليت خلف إمام يقنت، وإن قنت معه أفضل، إن قنت معه أفضل، وإن تركت القنوت من باب أنك لا تعتقد ثبوته فلا بأس بذلك، لكن كما قلت يعني لا تسوي مشكلة لأنه قنت في الفجر.